رمضان مبارك، رمضان كريم علينا وعلى المسلمين وعلى الأمة العربية والإسلامية. أعزائي المشاهدين، رجع رمضان ورجعت الأيام والليالي الحلوة. راح تشوفونا ويانا على مدى 30 يوم، شوفون ويانا على مدى 30 يوم من هذا الشهر المبارك حلقات أهلنا في رمضان. راح نزور أهلنا ونشوفهم وش يطلبون من عندنا. بهاي الحلقات راح يعني نكرس كل جهدنا على العوائل، وراح تشوفون ويانا نعطيهم هدايا بهذا الشهر الفضيل. وإن شاء الله شهر رمضان شهر خير وبركة، شهر رمضان شهر الرحمة والغفران، شهر الطاعة. ونتمنى بهذا الشهر الفضيل أن تنزال الغمة عن عراقنا العزيز. اليوم أنا وزملائي أحمد وأثير وزميلي المخرج محمد راح يشوفون ويانا حلقات من برنامج أهلنا في رمضان، وأول بيت راح نبدأ به، تعالوا ويانا. السلام عليكم. هلا ابو مصطفى، شلونك؟ يا ابو رمضان كريم علينا وعليكم، صحة وعافية. شلونكم؟ والله الحمد لله. اليوم حصة رمضانية جبنا لكم، نريد نشوفكم المعاقين. اهلا وسهلا بك. الله يرحم الصفاء. توفى صفاء؟ اي والله الحمد لله. الكبير؟ اي الكبير صفاء، وذول اثنين، وبعد واحد يوم خالته. أم صفاء إيش كم واحد عندكم؟ ثلاثة من ثلاثة. إيه هم ثلاثة. إيه الحمد لله على كل حال. تسلم أستاذ وليد، أنت ما عفتنا والله، رحم الله والديك. هذا أم صفاء، شهر رمضان شهر خير، شهر رحمة، شهر تواصل. الحقيقة إحنا حبينا يعني فضل الله سبحانه وتعالى والناس الخيرة إنه ما ننساكم بهذا الشهر الفضيل. يعني هاي مواد تخدمكم إن شاء الله بشهر رمضان. كل شيء جبنا لكم به، وحبينا ان يعني نشوف وضعكم. احكي لي شلون قاعدين هنا؟ والله الحمد لله، الحمد لله احسن من قبل من جيت وشفتنا. مكاننا زين ومرتاحين به والحمد لله. عافيه. تدري مكان هو واسع لهم، شفتنا بالشقه احنا شلون كنا. يعني هنا هذا منتزه، مو احد يوم. اي منتزه مال الدوله هو قاعدين به. عافيه. احنا هو اريد يعني يشوفون حالتكم انتم المعاقين، عندكم معاقين، هذا القصد يعني. ايه هاي هم انت شايفهم قبل بساعه، وهاي انت مو اول مره جاينا تعرفهم. نعم. هسه هو هسه شو اسمه مصطفى، منو بعد عندك؟ مصطفى وزهراء وحسوني، يعني معاقين. اي ثلاثة معاقين. زين شلون تداريهم؟ شلون تسوي؟ والله شو تسوي وياهم انا. انت وحدك؟ اي والله وحدي. اي والله شو تسوي. هذه زهراء؟ اي هاي زهراء. زهراء شلونك؟ زهراء زينة؟ زين شلون؟ تدرين البنية تختلف شلون وضعها؟ هاي شو تسوي؟ هاي نقول الحمد لله على كل حال. يعني شو تسوي؟ تدرين يحتاجون هم حفاظات؟ اكيد. اي اكيد حفاظات ودواء. والله ده نشترى مشترى الدواء. اي بس شو تسوي؟ زين هذا البيت كم غرفة بي؟ بي غرفتين. غرفتين. اي نعم. زين يعني الوضع هنا شلون؟ ابو صفاء شو يشتغل؟ ابو صفاء والله قاعد من تمرض لليوم، هو قاعد ما يشتغل، بس الولد يشتغلون بالثلج. اي ثلج. اي والله. ويجيبون وارد يوم مريض. اي والله هو هذا الوارد اليوم الجدر، والحمد لله الحمد لله. ايه. وتدرين البيت البي معاقين. ايه. عندهم معاقين يختلف. اكيد عن اكيد. اي اكيد يعني الراد لهم داراي، الراد لهم. اكيد بس شو تسوي؟ هاي متماشينه ويا الوضعيه زين هنا البيت ما ياخذون منكم اجار؟ لا 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 ما ياخذون، هم يعطونا يعني. عافيه. اي مع الحراسه زين. اي لا الحمد لله، لا وضعنا هسه شوي احسن من قبل الحمد لله. زين احنا هسه جيناكم وبهذا الشهر المبارك شهر رمضان، شو تطلبين من عندنا من الكاميرا من الفضائيه صلاح الدين؟ والله الناس يعني بيت؟ والله علواء. اي والله اذا بيت علواء. يعني هسه انتم اصلا ما عندكم؟ لا والله ما عندنا، هو قاعدين بالمتنزه. انتوا هذا المتنزه هو اصلا للبلديه يعني. اي للبلديه. اي هو للبلديه. وانتوا قعدتوا بيه؟ اي الحمد لله. نعم. لا احسن هسه الحمد لله، خلصنا من الايجار همين. كنا تدري مو تدري وضعنا والايجار شلون كان. اي والله احنا حقيقه اليوم
يعني برنامج أهلنا في رمضان أول حلقة إحنا نمر عليكم نشوف وضعكم إن شاء الله. وهذا مصطفى. مصطفى شونك يا با قطية؟ مصطفى تعبان يعني ما كان هيك قبل؟ اي لا تعب، حتى ذاك الثاني والله هم تعب هسه يعني عن قبل. اي زين ياخذون علاج؟ اي ياخذون علاج. شنو العلاج اللي ياخذون؟ علاج ديباكين وريفوتريل هذا وذاك كيبرا وديباكين. رجعت النوبه اديتها للطبيب طلع علاج ثالث هسه يعني وياه ودا راجع بيه يعني. زين هم هاي علاجهم خومه غالي يعني؟ اي والله غالي، الشريط بخمسة كل واحد. هذا الريفوتريل الشريط ب10، الكيبرا شريط ب5، كل يومين ونص هم لهم شريط يعني، باليوم الصبح ياخذون الصبح وبالليل. نعم. انا اتمنى ان شاء الله ايضا من خلال الشاشه يشوفون ان شاء الله ويباعون على حالهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سلمي لي على ابو صفاء ان شاء الله ما ننساكم دائما. احنا هذا يعني شهر رمضان دائما اقولهم هو شهر خير، شهر محبه، شهر تواصل، وان شاء الله بهاي الايام المباركات يشوفون حالهم. الله يسلمك، رحم الله والديك، الله يبارك فيك استاذ وليد. ان شاء الله ان شاء الله يبارك منا. سلمينا على ابو صفاء وكل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير والعالم الاسلام ان شاء الله. رمضان مبارك، رمضان مبارك. خليها خليها خطيه خطيه. أعزائي المشاهدين، بعد شفتوا ويانا حقيقة أم صفاء وشفتوا المعاقين. أيضا ننتقل على عائلة أخرى. إحنا دائما بهذا البرنامج نحاول نكرس جهودنا على كل العوائل الموجودة. راح نشوف وياكم عائلة أخرى. هذا الشهر المبارك شهر رمضان وضعكم حيل تعبان يعني. اي والله تعبان حيل وضعنا يعني. انتم شنو هنا شنو هذا البيت؟ والله هاي ايجار هسه 150 ايجارها. اي وهذا الجماعه هاي راح يفشوا علينا، لازم بعد شهر اشيل. قول لي انا عندي كنا 10 نفرات بالبيت كلها بنات. زين. ورجلي مريض واني هم سكر وضغط وهو هم سكر وضغط بي اثنيناتنا يعني. رايدين للبيت؟ رايدين للبيت. اي والله راح يفشوا هذا كله علينا، لازم بعد شهر اطلع. قول لي وين اروح؟ أناشيد مصطفى الكاظمي، أناشيد المسؤولين، المحافظ، يشوفون يعني شارة يعني هاي حالتنا تعبانة والله. هذا يعني شنو هو مال أهله؟ شنو هذا؟ إيه الأهلة، هذا مجتمع الأهلة. يريد يسوون عمارة شنو؟ لا لا هذا منا، هاي الصفحة منا للعمارة، للعمارة ذول راح يفشوه. إي هاي مو إلهم، بس هاي الغرفة، غرفة. زين أنتم شنو وضعكم؟ شنو الوارد مالكم؟ ما عندنا وارد والله، لا راتب ولا شيء ما عندنا. كلها بنات برقبتي. هسه انا جبت لكم حصه رمضانيه ان شاء الله طيب. تخدمكم بهذا الشهر. بعد عمري هذا شهر فضيل ان شاء الله. ان شاء الله على الجميع خير. خير ان شاء الله على الجميع ان شاء الله. بس احنا نشوف يعني انا سبحان الله يعني سنه عن سنه يعني اشوف اكو عوائل صعبه حالها، اكو يعني مدد سبحان الله مدى تفرج يعني. استاذ وليد احنا هاي حالتنا تعبانه من زمان هيك يعني، لا راتب سجلت مال الرعايه ما طلع لي، وعندي بنيه هم هنا جبتها هنا هم مريضه. أي. ما يعني حالتنا للصفر. زين ليش الرعايه هسه دي ماكو؟ اي راتب ما عندنا، سوي رعايه ماكو. زين هسه شنو اخر شيء ايش راح تسوين هسه؟ والله استاذ وليد يطلعوني لازم هذا يفرشوا هسه. قال لي بعد شهر جيت يمهم، بعد شهر لازم انا اطلع. قل لي وين اروح؟ انا ايضا احنا هذا البرنامج يعني بهذا الشهر الفضيل يشوفوك من خلال شاشه صلاح الدين ان شاء الله. انا ناشد يعني يشوفوا الشبيه مصطفى الكاظمي، المحافظ، اناشدهم كلهم، المسؤولين كل شيء من اشاره يعني كلها بنات. لا وهذا شهر خير شهر فضيل ان شاء الله. يعني اتمنى ان شاء الله انه يعني انتم تنتقلون الى مكان يفيدكم ويخدمكم، لان هسه هذا مطبخ هنا وهاي غراضكم والهدوم والفراش كلها سويه. كلها سويه. هو كم غرفه بس وحده؟ بس هاي غرفه وهاي بس هاي الصغيره بس هاي بس هاي كلكم بيها؟ اي والله كنا بيها كلها بنات يعني، حتى ولد كبير ما عندي، هذا بس هذا الصغير وهم مريض. هو ابو مصطفى شنو ايش عنده يعني مريض؟ اي والله مريض. أي. سكر وضغط ما يقدر يشتغل؟ لا ما يقدر، رجال كبير يعني مو ما شغل.
تدرين انت عندك منوات لازم يعني خطيه، يريدون فلوس، يريدون كذا، يريدون ولا ملابس ولا عيشه ولا شيء ما عندهم، كلها قلت لك بنات. وهذا شوف له صغير هذا ذني جبت له ذني، قلت له ابغى ابيه على الشارع، ما شو اسوي ما عندي. احنا ان شاء الله هذا شهر فضيل، شهر خير، إن شاء الله. شهر رمضان إن شاء الله. ان شاء الله يشوفون حالك وحال كل الناس إن شاء الله. اللي مثلك، واتمنى ان شاء الله يساعدوهم ان شاء الله. شهر رمضان شهر طاعه وشهر خير، شهر خير ان شاء الله علينا وعليهم اجمعين. ان شاء الله متواصلين وياكم سويتنا ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير، انتم بخير ان شاء الله، صحه عافيه. اذا اعزائي المشاهدين، حقيقه من خلال هذه العوائل انا اتمنى يعني هناك تكون رساله. احنا نعم يعني هذه ان شاء الله الحصة تخدمهم بهذا الشهر الفضيل، لكن رسالتنا ان يشوفون هذه العوائل يساعدوها، لان عوائل فعلا تعبانة ويعني يريد لها المساعدة. اعزائي المشاهدين، احنا ان شاء الله راح يشوفون على مدى هذا الشهر الفضيل، راح نفتر على كل عوائلنا ونتجول على كل عوائلنا، راح نقدم لهم هذه الهدية البسيطة من الناس الخيرة اللي تبتغي مرضات رب العالمين، وان شاء الله بميزان حسناتهم. شهر رمضان شهر خير، شهر طاعة، شهر إحسان، شهر فضيل. نستمرين وياكم عبر برنامج أهلنا في رمضان، وأبقوا ويانا على مدى هذا الشهر إن شاء الله. إلى اللقاء.